وفي نشرتنا أيضا. نيجر فان برزاني يستقبل القنصلين الروسي والكويتي لدى أربيل بمناسبة انتهاء مهام أعمالهما، وأهالي الفاو يطالبون استكمال الجانب الثاني من الطريق الخارجي. وسيول تجتاح مناطق عدة في الإمارات بعد موجة أمطار غير مسبوقة. بعد البنزين والمازوت، انقطاع الخبز يصعد من أزمة اللبنانيين. على لسان رئيسها، أوكرانيا مستمرة بتزويد أوروبا بالكهرباء. وقتلى وجرحى جراء فيضانات في باكستان.